بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده هنتكلم في مواضيع كتير جدا، طبعا هنتكلم عن لقاء الاهلي والاسماعيلي النهارده والتعادل السلبي ما بين الفريقين 0-0 في استاد الجونه، هنحكي احداث المباراه والتفاصيل اللي حصلت النهارده، هنتكلم عن اللقطه اللي الكل بيتكلم عنها وهي هدف النادي الاهلي الملغي، هنتكلم عن اداء النادي الاسماعيلي واداء النادي الاهلي النهارده، يكون معانا مجموعه من الاخبار المحليه والتقارير المميزه جدا ان شاء الله نستمتع بيها مع كوره كل يوم. بالاضافه عندنا فقره عالميه النهارده، هنتابع نتائج دوري ابطال اوروبا، الماتشات اللي اتلعبت امبارح والماتشات اللي هتتلعب النهارده واستعدادات الفرق، وهيكون ضيفنا النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا الكابتن عبد الحميد بسيوني، طبعا المدير الفني لحرس الحدود المتصدر للدوري الممتاز، تعرفين ان حرس الحدود والداخليه في المركز الاول والثاني برصيد 11 نقطه بعد انتهاء لقاءات الاسبوع الخامس، ولسه في لغايه دلوقتي وانا بكلمكم مباراه الاخيره في الاسبوع الخامس، مباراه اتحاد الشرطه والاتحاد السكندري، ولغايه دلوقتي نتيجه التعادل السلبي 0-0 في اخر 10 دقائق في الشوط الاول. نبدا اول حاجه بمباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده في استاد الجونه، المباراه هي مباراه الاهلي هو صاحب الملعب، ولكن لبعض النواحي الامنيه تم نقل لقائين الاهلي والاسماعيلي سواء مباراه الاهلي او مباراه الاسماعيلي في الدور الثاني الى استاد الجونه، كان طاقم التحكيم النهارده بقياده الكابتن جهاد جريشه حكم المباراه وحكم الساحه. النادي الاهلي بدا بشريف اكرامي وعوده لشريف اكرامي لحراسه مرمى النادي الاهلي بعد غياب عن مباراه اتحاد الشرطه، والتشكيل كان هو اللي لعب امام اتحاد الشرطه، سعد سمير محمد نجيب ناحيه اليمين، شريف حازم ناحيه الشمال، صابر رحيل، حسام عاشور وحسام غالي في نص الملعب، قدامهم تريزيجي ووليد سليمان، واثنين مهاجمين احمد عبد الظاهر وعمر جمال. بالنسبة للنادي الإسماعيلي النهاردة مستر ريكاردو كان بدأ بعصام الحضري، يعتبر عصام الحضري النهاردة نجم المباراة، أنقذ عدة فرص من النادي الأهلي، قدامه كان شوقي السعيد وأحمد العش، كريم الضو ناحية اليمين، ناحية الشمال أحمد سمير فرج، في نص الملعب محمود عبد العزيز، عمرو السولية، حسني عبد ربه، أليكس لوبيز اللاعب البرازيلي وأول لقاء رسمي ليه مع النادي الإسماعيلي، واثنين مهاجمين جون أنتوي وكلاتشي اللاعب النيجيري. بدأت المباراة الشوط الأول كان متكافئ إلى حد ما، ويعني النهاردة نقدر نقول ما كانش فيه اندفاع من النادي الإسماعيلي النهاردة، حتى حسني عبد ربه كان عنده واجبات دفاعية كبيرة جدا في نص الملعب مع عمرو السولية ومحمود عبد العزيز، كان يعني مدين الحرية أكتر لأليكس لوبيز ده اللاعب البرازيلي الجديد ده أليكس لوبيز وكلاتشي وجون أنتوي، كان شوط متكافئ. يمكن النادي الإسماعيلي النهارده برضو كان يعني من بداية المباراة عنده رغبة في الفوز، لكن في بعض الأخطاء يا جماعة التحكيمية لازم هنتكلم عليها النهارده، يعني الكرة دي فاول للنادي الإسماعيلي، فاول ما فيهاش، بصوا راجل جاي يستلم، شريف حازم شنكل كلاتشي، وأعتقد لازم تبقى ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء. وليد سليمان طبعا هو المؤشر والترمومتر بالنسبة للنادي الأهلي مع محمود تريزيجيه، لكن النهارده النادي الإسماعيلي كان مركز دفاعيا كويس جدا، وكان قافل الملعب وقافل العمق والاطراف، الاطراف من خلال كريم الضو واحمد سمير فرج. النهارده كمان الاسماعيلي ما كانش عنده انياب هجوميه من الاطراف، ويمكن هاخد كلمه من كابتن وليد صلاح الدين النهارده في الاستوديو التحليلي، قال النادي الاهلي بيخترق من خلال الكور العرضيه ومن خلال الاطراف، الاسماعيلي عكسه، الاسماعيلي بيلعب على العمق على اختراقات جون انتوي كلاتشي، تمريرات حسني عبد ربه، تمريرات عمرو السوليه، وكان واضح جدا النهارده في المباراه دي بعض الكور نقدر نقول مش خطيره قوي للنادي الاهلي في الشوط الاول، دي ما فيهاش حاجه خالص، احمد عبد الظاهر يعني حب يقع كده مع محمود عبد العزيز، لكن التحام عادي جدا ما فيهاش حاجه. هنتكلم طبعا عن الكره اللي اتحسبت هدف للنادي الاهلي، وهنتكلم عن الانذارات اللي خدها عمرو جمال وشوقي السعيد، ان في كره مؤثره في نتيجه المباراه وهي كره النادي الاهلي، دي واحده حلوه قوي للنادي الاهلي، لكن احمد عبد الظاهر بيخترق وبيعدي، لكن عصام الحضري واقف ومتمركز كويس جدا وبيلعب بقى يعني بيعصر خبراته كلها وبيطلع كره صعبه للنادي الاهلي. بصوا عبد الظاهر عدى، احمد عبد الظاهر عدى كويس جدا، بصوا الحضري بقى قفل الزاويه ازاي وخد خطوه لورا وقدر يصد الكره ويحطها على جنب، يحطها بصوا على جنب الناحيه الثانيه، لو كانت ممكن تخبط في ايده وترد لعمرو جمال تحتيه جول، لكن عصام الحضري بص بخبراته بقى قدر يمتص الكره ويعملها بجنب كده شويه ويصدها بجنب على اساس ما تروحش تاني لعمرو جمال، جيب لكم الفرص الخطيره. لكن طبعا المباراه دي نقدر نقول اتظلمت،
مباراه الاهلي والاسماعيلي اتظلمت ان ملعب الجونه برضه كنت فاكره احسن من كده. دي الهجمه الوحيده للنادي الاسماعيلي في الشوط الاول اللي كانت ممكن تبقى هدف، انفراد لجون انطوي. جون انطوي كان المفروض يعلقها بوش رجله في الزاويه البعيده، لكن زي ما تقول كده اتزحلقت من على وش رجله، او يعملها بالشمال، ولكن هو بيلعب برجله اليمين. جون انطوي سندها له كلاتشي لاعب النادي الاسماعيلي. بصوا النادي الاهلي كله شغل على الاطراف، وليد سليمان وعمرو جمال، لكن بتتصد وبترجع لتريزيجيه. ودي بقى احلى كوره يمكن في الشوط الاول، عمرو جمال حطها حلوه قوي، دبل كيك، ضربه خلفيه مزدوجه، ولكن معها عصام الحضري. بصوا هنعد لعصام الحضري مطلع كور قد ايه، وكور كلها صعبه مش سهله. طبعا اللي بيسهل على حارس المرمى الفوت ورك بتاعه والتمركز جوه ال 18 او جوه ال 6 يارد قدام المرمى. يعني ممكن عصام الحضري كان واخد الزاويه القريبه ما يلحقش يروح للكره دي، لكن هو عشان متمركز كويس والفوت ورك وتحرك رجليه كويس فبتسهل عليه ان هو يقدر يصد الكره. الكره دي برده فيها كلام يا جماعه، الكره دي فيها كلام، وانا شايف ان في دفعه من سعد سمير لجون انطوي. هنشوفها كده تاني مع بعض. بصوا اتلعبت اهي من عمرو السوليه، عملها تشيب كده. بصوا سعد سمير دخل فيه ازاي من ورا، يعني برده فيها كلام، فيها ضربه، انا من وجهه نظري فيها ضربه جزاء. خلي بالكوا احنا بنقول اللي لينا واللي علينا، اللي للاهلي وللاسماعيلي. يعني انا هقول بعد شويه ان النادي الاهلي ليه هدف، لو ما اتحسبتش هدف يبقى ضربه جزاء. انا شايف لغايه دلوقتي في كورتين للنادي الاسماعيلي في الشوط الاول يتحسب، واحده تتحسب ضربه جزاء اللي احنا لسه شايفينها، وفي واحده فاول من على خط ال 18 برضه يعني ما حسبهاش الكابتن جهاد جريش. النهارده كانت المعركه كلها في نص الملعب ما بين حسام عاشور وحسام غالي وتريزيجيه، والناحيه الثانيه محمود عبد العزيز والسوليه وحسني عبد رب. وده كوع اهو من احمد عبد الظاهر لشوقي السعيد. بس انت عارفين طبعا يعني شوقي السعيد من اللعيبه اللي هي ايه يعني إيه بلغه الكره كده ثقله شويه في الماركينج او في الرقابه، يعني لعيب ثقيل في الرقابه يضايق اللي هو ماسكه، ممكن المهاجم يطلع عن شعوره شويه او يستفز. دي دكه بدلاء النادي الاهلي. طبعا عماد متعب قاعد شكله طبعا تحس كده ان هو زعلان، واخد جنب على الدكه، ومعاه حسين السيد لاعب النادي الاهلي المنتقل من مصر المقصه لسه لغايه دلوقتي ما خدش فرصه مع النادي الاهلي. نصاب الرحيل متمسك بمكانه وبيأدي بشكل كويس. كوره فاول وليد سليمان بيحاول يعملها في الزاويه القريبه، لكن مع عصام الحضري. دي تسديده للنادي الاسماعيلي لكن بعيد عن المرمى. ده الكسندر لوبيز لحسني، لالكسندر لوبيز شوطه لكن في ايد شريف اكرامي. الحمد لله طمنا على شريف اكرامي النهارده، ادى بشكل كويس وحركته كويسه، مفيش اصابه او خف من الاصابه. ودي واحده لشوقي السعيد كانت ممكن تبقى هدف لكن ما لبستش في دماغه، يعني تحس كده ليه خبطت في دماغه وكتفه. بصوا اهي، او اتزحلقت من على دماغه، لكن هو حطها حلوه قوي وكان ممكن يبقى هدف لكن كان في عدم توفيق. دي مشيت جنب القائم على طول. ودي واحده تانية للنادي الاهلي لاحمد عبد الظاهر اللي قطع ولكن حطها وكان بره المرمى. وليد سليمان بيعمل حاجات دي كويسه قوي، ويمكن النادي الاهلي كان احرز هدف في مباراه الشرطه بنفس الطريقه دي. وليد سليمان من ناحيه اليمين بيعمل بشماله تلف جوه في ال 18، كان عمرو جمال هو اللي حطها في ماتش الشرطه لو تفتكروا. ده كريم الضو لاعب النادي الاسماعيلي، ما تقدمش كتير النهارده كريم من ناحيه اليمين، وخصوصا في الشوط الثاني كمان التزم النادي الاسماعيلي شويه في نص ملعبه عشان ما يفتحش المساحات. ودي كانت يعني حتى اعترافات مستر ريكاردو بعد المباراه في تصريح لينا للنهار رياضه. بدا الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى كان النادي الاهلي افضل بكتير يعني، ولكن الاسماعيلي كان تقدر تقول النادي الاسماعيلي منظم دفاعيا. دي واحده برضو للنادي الاهلي. احمد عبد الظاهر النهارده كان يعني كثير الحركه، كان بيتحرك كويس جدا وبيروح لكل كوره وبيحارب، لكن ما جاتلوش الحيل الواحده المستريحه قوي اللي نقدر نقول خلاص يعني كان لازم تتحط جول. كل الحاجات دي تحركات جيده من احمد عبد الظاهر. خوان كارلوس جاريدو بدات بصماته تظهر في اداء النادي الاهلي،
بقى النادي الاهلي ليه ستايل. هي دي بقى الكوره اللي احنا هنتكلم عليها كتير. الكوره دي من وجهه نظري يا اما هدف لصالح النادي الاهلي او ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. الكوره اتلعبت هنشوفها كده مع بعض في الاعاده. الكوره خبطت في ايد شوقي السعيد. كابتن جهاد جريش على فكره في البدايه احتسب الكوره هدف. اهي بصوا الكوره ايد شوقي اللي ورا دي هي اللي خبطت الكوره، والكوره نزلت لتريزيجيه. تريزيجيه جاي حطها من لمسه واحده في الزاويه البعيده. اهي الكوره اهي ايد شوقي السعيد اللي ورا دي، ايد عمرو جمال اهي مرفوعه بس ما لمستش الكوره. عمرو زي ما تقول كده بيحجز وبيعمل جامب بمساعده ايده كده يعني بيثبت. اهو بصوا اهي ايد شوقي السعيد اللي ورا دي. طبعا هي الكوره صعبه برضه عشان احنا قعدنا نعيدها ونزيدها في الاستوديو وعدناها خمس ست مرات لغايه ما اتاكدنا اللي هي جت في ايد شوقي، لكن في الملعب صعبه في جزء من الثانيه، والايدين ايدين عمرو وايدين شوقي جنب بعض، فممكن اللاينز مان ما يشوفهاش، اللي يشوفها اكتر الحكم وممكن كمان تعدي على الحكم. لكن مساعد الحكم رفع كوره على السله، هي هاند بول على عمرو جمال. اهي بصوا من جميع الزوايا ايد شوقي. حتى شوقي سعيد جه معايا على التليفون بعد المباراه وقال لي ان هي الكوره خبطت في ايده. المهم نزلت تريزيجيه حطها، يا اما ضربه جزاء للاهلي يا اما هدف من وجهه نظري يعني. في الشوط الاول زي ما قلت لكم الاسماعيلي من وجهه نظري كان ليه ضربه جزاء جون انطوي، ودي واحده يمكن يعني اخطر كوره للنادي الاسماعيلي في الشوط الثاني. كريم الضو تقل شويه وصبر كتير، كان ممكن لو اسرع من كده كان ما يلحقش محمد نجيب يغطي. بصوا يعني تقلع الكرة شويه خلاها المساحه دي كلها، خلت محمد نجيب بصراحه ببراعه يغطي ويقفل على كريم الضو ويحط رجله، كانت ممكن تبقى يعني هدف او كرة خطيره للنادي الاسماعيلي. ودي برده خطا ما حدش بيطلع هنا ابدا في العمق. شريف حازم لازم الكرة تطلع على 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 طرف او على جنب، ما حدش بيطلع كده ابدا في العمق للاعيبه النادي الاسماعيلي. هو طبعا اتضغط عليه من لعيبه الاسماعيلي فالكرة طلعت بالشكل ده. ودي واحدة برضه للنادي الأهلي خطيرة جدا لتريزيجيه، حطها بدماغه لكن كانت عايزة تتركن في زاوية أبعد شوية على عصام الحضر. إن عصام طبعا زي ما احنا عارفين حارس كبير وحارس عملاق وبيقدر يتعامل في الكور دي، كانت تبقى لازم تبقى أقوى من كده شوية. حصلت بعض التغييرات للنادي الاهلي، نزول موسى ايدان. دي برضو كرة خطيرة جدا 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 للنادي الاهلي، اتلعبت بالعرض من ناحية اليمين. كريم الضو لاعب النادي الاسماعيلي عايز يطلعها، خبطت في رجله وخبطت في القائم ورجعت لعمرو جمال، ولكن كان عمرو جمال مش متوقعها وكان مندفع على الكرة فالكرة جت وراه حاول يلحقها لكن فتحت منه فتحت منه. بص وليد سليمان اهو من ناحيه اليمين مصدر خطوره النادي الاهلي، بيطلع مدافع النادي الاسماعيلي خبطت في القائم ورجعت تاني. اهي طبعا فرصه من الفرص الخطيره جدا 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 للنادي الاهلي، كانت ممكن تبقى هدف لولا شويه ان عمرو جمال كان مندفع وما كانش متوقع ان الكره تعدي بالشكل ده ففتحت منه زي ما احنا شايفين. دي واحده لاحمد عبد الظاهر برضو حب يحط وش رجله فيها ولكن مشيت جنب القائم. لغايه دلوقتي الاتحاد السكندري متعادل مع اتحاد الشرطه 0-0 وانتهى الشوط الاول في ختام الاسبوع الخامس من الدوري الممتاز. خروج احمد سمير فرج برضه ادى مجهود كبير. نزل في النادي الاهلي محمد رزق وموسى ايدان ومحمد هاني. بالنسبه للنادي الاسماعيلي نزل بهاء مجدي مكان احمد سمير فرج على اساس يقفل شويه النواحي الدفاعيه. مستر ريكاردو
يعني في الشوط الثاني كان مأمن اكتر عشان شاف النادي الاهلي بدأ يمسك نص الملعب وكان هو الاخطر. دي تسديده للنادي الاسماعيلي لكن عاليه شويه من الكره، معموله عرضيه من بهاء مجدي وطلعت من النادي الاهلي من صابر رحيل، راحت للسوليه حطها عاليه وبعدين خرج صابر رحيل ونزل موسى ايدان. ده التغيير هجومي اكتر للنادي الاهلي، ان صابر رحيل ظهير ايسر وموسى ايدان لعيب وسط ناحيه الشمال. وبعدين نزل محمود متولي مكان اليكس لوبيز. ويعني زي ما قلنا النادي الاهلي اخطر، دي فرصه خطيره جدا لاحمد عبد الظاهر. بقول لكم النهارده احمد عبد الظاهر بصراحه يعني هايل 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 هايل، بيتحرك كويس جدا جوه ال 18، بيحارب على كل كوره، متواجد وعامل عمق هجومي للنادي الاهلي هو وعمرو جمال. بصراحه هايل احمد عبد الظاهر. لكن بصراحه برضه عصام الحضري هايل، ان هو كل الكور دي طالعه يعني او يقدر يصدها عصام الحضري. ف يعني بصراحه عصام الحضري مستوى رائع النهارده. موسى ايدان اللي عاملها من ناحيه الشمال، ابص لاحمد عبد الظاهر وحاططها احمد عبد الظاهر كويس قوي، ولكن مع عصام الحضري بخبرته كلها وقدر يطلع الكره. شفنا كمان محمد رزق نزل ومحمد هاني زي ما احنا شايفين. نروح للكابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي ونقول له يا كابتن احمد مباراه جيده جدا للنادي الاهلي لكن هارد لك النتيجه. وبرضه يعني النادي الاسماعيلي نادي كبير وقدر يقفل كويس على النادي الاهلي، وتالق عصام الحضري ساعد كتير في خروج النتيجه بالشكل ده. تحياتي ليك يا كريم، وطبعا بقول الحمد لله يعني مبروك على الاداء وهارد لك على النتيجه. احنا طبعا في النهايه بنلعب فرقه كبيره بحجم النادي الاسماعيلي الحمد لله يعني. طبعا رغم ان سير المباراه اعتقد ان احنا كنا احق بالمكسب، لكن يعني هي دي كره القدم، ويعني وارد كل شيء، وارد ما تبقاش موفق في يوم. الحمد لله كريم الحمد لله. لكن احنا يعني وانا بتكلم على اداء الفرقتين، يعني بصراحه النادي الاسماعيلي ادى الشوط الاول كويس، الشوط الثاني كان تركيزه الدفاعي اكتر. النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني كان مميز جدا وفي الشوط الاول برضه، لكن الشوط الثاني افضل. ونقدر نقول النادي الاهلي كمل الاداء الجيد اللي عمله امام اتحاد الشرطه في المباراه اللي فاتت، لكن النتيجه ما ساعدتش الاهلي النهارده يا كابتن احمد. يعني زي ما بتقول يا كريم، يعني يمكن النهارده ما كانش فيه توفيق. بدايه المباراه الاسماعيلي بدا بشكل كويس وكان يعني احسن من الاهلي في بدايه المباراه، ولكن احنا سرعان ما تداركنا دوت، وبعد كده كان الغلبه والاستحواذ لينا وكم الفرص لينا كانت اكتر. يمكن لو كان فيه توفيق النهارده كان ممكن يبقى فيه جون واثنين، لكن الحمد لله حاولنا وصلنا للجول اكتر من مره. الميزه انك دلوقتي بتوصل وبتعمل جمل وبتوصل لجون وبتضيع، فهو ده في كره القدم يعني ده نجاح اعتقد. ولكن في النهايه اللمسه الاخيره النهارده ما كانش فيها توفيق، فما فيش مشكله خالص. احنا لسه في بدايه الموسم، المهم ان يبقى عندك اداء كويس والمهم انك تحافظ عليه، واعتقد ان سهل بعد كده المكسب يجي ان شاء الله. كابتن احمد انا شايف يعني الفرق الكبيره كلها بتضيع نقط، يعني مثلا النادي الاهلي مضيع لغايه دلوقتي 5 نقط، خساره من الرجاء وتعادل مع النادي الاسماعيلي، الاسماعيلي مضيع نقط برضه رغم ان موقف الاسماعيلي اصعب شويه ان هو مخصوم منه 6 نقاط، الزمالك مضيع نقط، اتعادل في 3 ماتشات مضيع 6 نقاط في 4 ماتشات، سموحه برضه مضيع حوالي 6 نقاط مغلوب ماتشين، يعني الكل بيضيع نقاط من الفرق المنافسه في الدوري المصري يا كابتن احمد. ايه سبب الظاهره دي السنه دي؟ يمكن ما كانتش بتحصل بالشكل ده خلال السنين اللي فاتت. يعني خلينا نقول ان دي ظاهره ايجابيه يا كريم، يعني لما يبقى في منافسه بين كل الفرق والفرق كلها قريبه من بعض، اعتقد دي تبقى منافسه جيده ولصالح الفرق كلها وصالح منتخب مصر. ويعني الانديه كلها دلوقتي بتقدر تدعم، بتجيب لعيبه كويسه، ويبقى الانديه كلها عندها طموح للمنافسه حتى على المراكز، مش شرط على البطوله ولكن على المراكز الاولى كمان للمشاركه في البطولات الافريقيه، فده شيء جيد. واعتقد ده شيء جيد بالنسبه للدوري، انه يبقى فيه اثاره وحماس ومنافسه، ده شيء جيد، مش حاجه وحشه يا كريم. ولسه البطوله في بدايتها، والطبيعي ان كل الفرق بتدرس بعض وتتفرج على بعض، واعتقد ان الموضوع ده مش يعني مع مرور الوقت اعتقد الامور مش هتبقى كده، اعتقد وجهه نظري يعني. طيب كابتن احمد، يعني النادي الاهلي النهارده عجبني جدا الرباعي الهجومي، وليد سليمان، احمد عبد الظاهر اللي اجتهد كتير النهارده وتحرك كويس قوي جوه 18، عمرو جمال، تريزيكيه. لكن انا شايف برضو ان في نقطه بالنسبه للنادي الاهلي ناحيه اليمين، شريف حازم مش باك رايت اساسا ولكن بيأدي الدور الدفاعي بشكل كويس، لكن طبعا مش قادر يأدي الدور الهجومي اللي كان بيأديه باسم علي، ففي تأثر شويه في مساعده وليد سليمان من ناحيه اليمين كباك رايت يعني وهاف تحت الفراوده.
يعني خلينا اتفق معاك يا كريم، يعني طبعا يمكن هو ده مش مركز شريف، ولكن يعني وجهة نظر المستر كارلوس والجهاز ان هو يمكن انسب واحد في التوقيت ده يؤدي الدور ده، لان عنده الحته الدفاعيه كويسه وعنده امكانيات هجوميه، ولكن مش زي باسم علي طبعا. يمكن احنا بنفتقد باسم علي النهارده، الجناب الاسماعيلي خاصه الشوط الثاني كان فيها مساحات، لو استغلنا الحته اليمين خاصه الحته اليمين بحد كان يقدر يشتغل ويعمل كروسات كويس، اعتقد كان ممكن يبقى فيه ايجابيه اكتر من كده. ولكن انا مش عاوز ابخس حق شريف، ولعيب جيد، لعيب وبيأدي دوره على اكمل وجه في حدود المتاح، واعتقد هو انسب واحد بالنسبه لنا يقدر يلعب في الحته دي دلوقتي. يعني ايوه ابتعاد، ما قلتليش يا كريم الكوره جون ولا مش جون؟ لا الكوره جون، الكره يعني جول. انا قلت انت مش عارف حضرتك سمعتني من شويه، انا قلت يا كره يا جول للاهلي يا اما ضربه جزاء للاهلي. انا 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 يا كريم انا صراحه انا طبعا مش عاوز اعلق على التحكيم وعشان الناس بتزعل، ولكن يا جماعه لا هتزعل يعني ليه يا كابتن؟ انا من شويه قلت في ضربه جزاء يعني للاسماعيلي في الشوط الاول، واحده لجون انطوي كده زقه، يعني الـ كل نقطه بتفرق مع الفرقه يا هو حق ربنا بيزعل يا كابتن احمد. لا لا ما يزعلش، ما يزعلش كريم، ما يزعلش. بس انا عاوز اقول يعني الكره بعيده جدا عن اللاين دمان، يعني دخل نفسه بالحدث ليه؟ خلي بالك كابتن جهاد جريشة يعني احتسب الكرة في الاول، وبعدين لما اللاينز مان رفع كابتن جهاد صفر جول، وبعدين لاينز مان شاور هاند جول. انا عايز اقول لك حاجه برضه كابتن احمد عشان ما نظلمش التحكيم، يعني هي الكرة صعبه قوي، الكرة صعبه قوي. لا يا حبيبي انا مش عاوز، كلنا بنغلط، اللعيبه بتغلط والاجهزه الفنيه بتغلط والحكام بيغلطوا، مفيش مشاكل خالص، ولكن لازم نتعلم من اخطائنا. ايوه انا بقول يعني وارد ان الحكم يحسب حاجه غلط، مفيش مشاكل خالص، كلنا بنتعلم يا كريم، والموضوع مش موضوع انتقاد، ولكن انا بقول الكوره بعيده جدا عن لاين زمان. بالظبط، هو ممكن يكون شافها ورؤيته كده مفيش مشاكل، ولكن الكوره بعيده جدا عنه. يعني الحكم اقرب، كابتن جهاد اقرب، اولا الحكم اقرب، جهاد جريشه اقرب للكوره، والكوره في وشه، اللاين زمان بعيد، والكوره في معديه القائم في نص الملعب الثاني. أيوة. واللعيبه مديه ظهرها للحكم. يعني انا يعني انت عارف هو لو ده لو جت في ايد عمرو جمال وانا لاينز مان بعيد قوي، يعني هبقى متشكك انها جت ولا ما جاتش. يعني أيوة طب أيوة. انا ادخل نفسي في الحدث ليه؟ لا هي ضربه جزاء ولا انا هحسبها ضربه جزاء ولا. فانا لا. طبعا يعني من وجهه نظري يعني من وجهه نظري انا قلت الكلام ده، يعني يا اما هدف يعني للنادي الاهلي يا اما ضربه جزاء، ضربه جزاء فاهم. فانا بقول ان الكوره زي كده بتاثر على سير المباراه وعلى نتائج فرق، ولا يعني مش عارف اقول ايه صراحه كريم. طيب يعني عايزك بقى تحكي لي على برنامج النادي الاهلي خلال اليومين الثلاثه اللي جايين قبل مباراه الاسيوطي، وفي مشكله في مباراه الاسيوطي ان اتحاد الكوره محدد ملعب اسيوط ان تلعبوا المباراه القادمه مع الاسيوطي سبورت في الاسبوع السادس، وكابتن علاء عبد الصادق كان معايا من شويه على التليفون وقال لي يا كريم احنا مش هنلعب في اسيوط، انا هلتزم بالجدول اللي اتبعت لي في الاول، ومفروض المباراه في بني سويف وفي ظروف طيران واحنا هنتبهدل وجايين من الجونه والكلام ده. كريم طبعا احترمنا لكل الناس، اولا احنا هنبدا عندنا تمرين بكره على طول، لان مفيش طبعا وقت المباراه يوم الاحد، ولكن احنا طبقا للجدول اللي جالنا المباراه المفروض في بني سويف، فجاه المباراه اتنقلت لاسيوط. انا مش يعني مش عارف في الاول قالوا الفيوم وبعد كده قالوا اسيوط، انا مش عارف ليه 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 سبب النقل ايه، اولا انا مش فاهم. هو هي ناحيه امنيه يا كابتن احمد، يعني برضو خلينا متفقين ناحيه امنيه، تمام ناحيه امنيه، ولكن كريم لازم يراعى حاجه، انت بتلعب ماتشات كل، انت كان متاجل لك ماتشات، فانت بتلعب ماتشات كل 3 4 ايام تمام كده. انا كفريق النادي الاهلي يبقى جاي اذا عندي ظروف طيران ورايح الجونه وبعدين هاجي بعدين هسافر تاني، انت عارف اسيوط يا كريم اولا المطار مش شغال، فمطار اسيوط اللي شغال هروح هركب واروح مطار سوهاج اللي شغال سوهاج، وانزل اخد من سوهاج باص تاني ساعتين، وانا لسه لاعب ماتش قبل 3 ايام، وعندي لعيبه المنتخب كانت راجعه من سفريات ولاعبه ماتشات، وانا كان كان في عندنا 7-8 من النادي الاهلي في الموسم. يعني اعتقد ان الظروف صعبه جدا، لازم يبقى في اولا يعني لازم نساعد بعض عشان المنظومه تمشي بشكل كويس. هو القضيه هو الموضوع مش موضوع انت، ولكن لازم يبقى في تفاهم اكتر من كده. طب يعني ايه الحل لو الاتحاد الكره تمسك باقامتها في اسيوط؟ ده الحل ده قرار نادي، يعني مش
انا ما اقدرش اقول الحل. يعني طيب يعني ده قرار نادي، وهل من المعقول ان يعني قبل المباراه ب 4-5 ايام يجي يقول ان الملعب اتغير وتلعب في حته ثانيه؟ يعني ده برضه مش منطقي يا كريم. لما يكون في يعني ظروف امنيه او حاجه خلاص نشوف حل يكون مناسب للطرفين، لما ما تشوفش على حسابها على حساب الطرف يا كريم. تمام. طيب كابتن احمد، حساب الاهلي. كابتن احمد يعني عايز اسالك سؤال وخليك صريح معايا. حاسس ان الجهاز الفني الحالي او خوان كارلوس جاريدو على وجه التحديد باعت شويه كريم بامبو، وانا من وجهه نظري ان كريم بامبو لعيب مميز ولعيب يستحق ان هو يكون موجود حتى لو مش في التشكيل الاساسي في البدلاء، بقى له فتره بعيد. ايه الاسباب يا كابتن احمد؟ هل عيب في كريم او وجهه نظر او ايه؟ كريم بامبو لعيب كويس، ومحمد فاروق لعيب كويس، ورمضان لعيب كويس، وعندنا انا بتكلم على كريم بامبو انه بقى له فتره بعيد. انا مش عاوز اخص حد. يعني انا بقول كريم لعيب كويس وكان مؤثر الفتره الاخيره وكسبنا بطوله وكان موجود وبيلعب، ونفس الحال رمضان. وفاروق لعيب كويس، لعيب ممتاز، وجبناه عشان يبقى اضافه للنادي الاهلي. احنا لسه في بدايه الموسم، كل الناس عندها فرصه، الجهاز الفني عنده رؤيه معينه وبيتعامل مع اللعيبه بشفافيه. ممكن وجهات نظر مدرب تختلف عن مدرب تاني، ولكن انا اؤكد لك ان كل اللعيبه دي النادي الاهلي هيستفاد منها الفتره الجايه لانهم كلهم مفيدين. ولكن كل من وجهه نظر الخواجه ان التوقيت ده مثلا انا محتاج اللعيب ده، في التوقيت ده انا محتاج اللعيب ده. تاني حاجه الناس يعني انا مش يعني طبعا كل الناس تحترم لوجهه نظرها، ولكن المعايشه مهمه جدا يا كريم. يعني انا ممكن اقعد في استوديو واقول احط تشكيل واحط تشكيل النادي الاهلي واقول فلان وفلان وفلان وفلان. المدرب هو الاقدر او الجهاز الفني الاقدر بناء على معطيات رؤيتي لمباريات معينه، ولكن المدرب متعايش مع اللعيبه اسبوع و10 ايام وشهر وشهرين، وفي مردود كبير جدا من اللعيبه خلال التمرينات وخلال المباريات وخلال المعايشه الشخصيه. هي بتعكس رؤيه اللعيبه للجهاز وبتعكس كمان اختيارات الجهاز. تمام. يعني اتمنى لكم التوفيق يا كابتن احمد ان شاء الله الفتره القادمه، وبشكرك على المداخله، وبالتوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه وللنادي الاسماعيلي طبعا ولكل الفرق في الدوري المصري. اروح الناحيه الثانيه لمكالمه مهمه جدا مع الكابتن عصام عبد الفتاح، حكمنا الدولي السابق الكبير ورئيس لجنه الحكام وعضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. نعرف تقييمه لاداء التحكيم النهارده ونساله في بعض المواقف وبعض اللعبات في المباراه. كابتن عصام ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا كريم، ومش عارف كان معاك ضيوف او لا، برحب بيهم. وانا بكل لا انا لوحدي دلوقتي في برنامج اليوم غير الاستوديو. اهلا بيك. الله يخليك كابتن. طيب، واهلا بكل المشاهدين. وحضرتك طيب يا كابتن عصام، يعني رايك النهارده ايه في الاداء التحكيمي في مباراه الاهلي والاسماعيلي؟ انت عارف طبعا الاهلي والاسماعيلي مباراه من قمم المباريات في مصر، زي تعتبر زي الاهلي والزمالك الحقيقه، مباراه كبيره جدا. انا شايف ان التحكيم مقبول بشكل كبير جدا، اذا كان هناك اخطاء، في اخطاء على الطرفين. ايوه يعني حتى الاخطاء ما انا قلت في اخطاء على الاهلي واخطاء على الاسماعيلي. بالظبط، يعني انا شايف ان اللعبتين المهمين جدا في المباراه الدقيقه 24 من زمن الشوط الاول، لعبه للنادي الاسماعيلي داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، ولعبه دقيقه 55 من زمن الشوط الثاني اللي هي لعبه عمرو جمال، اللي هو كان في اشتراك ما بينه وبين شوقي السعيد. شوقي السعيد، والاثنين رافعين ايدهم، ودي لعبه صعبه، اللعبتين كانوا صعبين جدا الحقيقه، وكانوا يحتاجوا الى زاويه رؤيه غير عاديه. ما انا قلت اللي هي صعبه، حتى احنا في الاستوديو قعدنا نعيدها خمس ست مرات لغايه ما يعني حتى نقدر نحدد جت في ايد مين. يعني في ايد مين بالظبط كده الحقيقه؟ يعني زي ما قلت كريم، في الدقيقه 24 من زمن الشوط الاولاني في دفع من لاعب النادي الاهلي سعد سمير لجون انطوي، ركله جزاء الحقيقه النادي طبعا، صح ركله جزاء يا كابتن صح؟ لا جزاء النادي الاسماعيلي صح الحقيقه. سلام عليا والله، انا قلت كده. بنتكلم بكل مصداقيه وبنحاول نشوف الاخطاء عشان نعالجها، لكن هناك اخطاء. وبعدين احنا امبارح دوري ابطال اوروبا امبارح اخطاء بالجمله، ايوه اخطاء مش كبيره، يعني الاخطاء موجوده، ولكن دول لعبتين صعبين جدا، ولعبه عمرو جمال صعبه جدا، ويمكن عمرو جمال كمان ساعد في صعوبه المباراه برفع ايده بهذه الطريقه زي شوقي السعيد، الاثنين رفعوا ايدهم بشكل غير طبيعي على الاطلاق. تمام. انا شايف ان الكوره فعلا تقريبا ما لمستش رغم صعوبه الحاله، تقريبا لمست ايد عمرو شوقي السعيد. انا شايف ان في يا هدف يا ضربه جزاء. لا هي ضربه جزاء مش هدف. لا يعني لو اداها الفرصه، مفيش اتاحت فرصه يا كريم، مفيش اتاحت فرصه في الهاند بول. يعني لازم تتحسب ضربه جزاء. بالظبط، فدول اللعبتين اللي هم كانوا في المباراه، لكن غير كده الحقيقه انا شايف المباراه كانت يعني مباراه ممتعه من الفريقين الحقيقه، وايضا التحكيم عمل مباراه جيده الحقيقه بكل امانه.
يعني بس في كره مؤثره للاسماعيلي بتاعت جون انطوي وكره مؤثره للنادي الاهلي بتاعت تعاون خلاص يبقى حتى التعادل في كل حاجه. ايوه الالعاب اللي داخل منطقه الجزاء بكل امانه يعني كل طبعا كابتن بقى. كابتن عصام لما بيكون في حاجات مؤثره درجه التقييم بتقل شويه بالنسبه للطاقم كله؟ لما تكون حاله مؤثره يا كابتن كريم ولكن لفرقه واحده بس يعني لو ما فيش لعبه اسماعيلي وفي لعبه نادي الاهلي كان ايوه التقييم هيختلف على حتى تقرير الاتحاد الدولي بالنسبه للحكام اذا الحكم حتى عمل مباراه كويسه ولكن في لعبه اثرت على نتيجه المباراه بيبقى ما بيزيدش عن 7.5. ايوه لكن هنا في حاله هنا وحاله هنا ففي تعادل حتى في 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 في, في الاخطاء حتى التحكيميه وده شيء يعتبر حتى في عداله في 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 في, في التقييم العام. أنا شايف إن طاقم التحكيم عمره جيدة وجاد جدا حتى جاد جيش حتى 8/10. طيب هسألك في حاجة فنية قوي بقى يعني حكم كبير زي حضرتك اللي تقدر يعني تقول لنا المعلومة الصح. اتفضل يا كابتن. الكورة بتاعت اللي هي عمرو جمال اللي احنا قلنا لازم تتحسب ضربة جزاء للنادي الأهلي. كابتن جهاد كان حاسبها هدف في الأول أو جري ناحية السنتر عشان يحسبها هدف ولكن المساعد رفع. لو تمام. لو كابتن جهاد متأكد إن هي جت في ايد مدافع النادي الاسماعيلي كان ياخد براي المساعد وهل المساعد هنا ليه دور في كره زي دي ولا الزاويه بتاعته صعبه والحكم يعتمد على نفسه؟ انا زي ما قلت لك ان اللعبتين لعبه النادي الاهلي ولعبه النادي الاسماعيلي اللعبتين كانوا يحتاجوا الى زاويه رؤيه كويسه. يمكن انا حليت الحاله دي بتاع النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي فيها زاويه رؤيه الجهاز ما كانتش تسمح له ان هو يشوف الحقيقه لكن مين اللي بيلعب الكوره باثنين اللي في الكوره الاول وهي حاله صعبه خلينا نتفق يا كريم احنا قعدنا نعيد فيها يعني مرارا وتكرارا عشان تشوف أيوة. مين أيوة. لان كمان عمرو جمال كان قدام لاعب اسماعيل ورفع ايده برضه عمرو وهي ايده الاولى اللي في اتجاه الكوره والكوره يعني الله اعلم الحقيقه يعني انا برضه يعني مش لابس ميكروسكوب هل لمست ايد عمرو او لا ولكن في النهايه هنقول ان هي لمست ايد لاعب نادي الاسماعيلي تمام بشكل يعني بان بعد كده ايضا لا زاويه الرؤيه لجهاد الحقيقه ما شافش اللي شاف اللمس هو المدافع اسف مساعد الحكم سعيد خالد حمد اسف هو اللي شاف اللمس ولكن زاويه الرؤيه بالنسبه له الحقيقه كانت صعبه الايدين كانوا جنب بعض بالظبط فهو شاف لمسه يد بس مش عارف بقى هو شافها ازاي ان هي جت الاول في ايد طب موقف كابتن جهاد ايه يعني موقف كابتن جهاد بص هو في الكوره مواجه بس قدامه لعيبه كتيره فممكن ممكن هو لو كان اتحرك ناحيه الشمال 5 متر كان هتبقى زاويه الرؤيه وكانت مساحه ثانيه قدامه كانت هتبقى زاويه الرؤيه قدامه فعشان كده خد بقرار المساعد اللي هو ما شافهاش كويس بالظبط كان لازم هياخد بقرار المساعد الحقيقه ما يقدرش يعمل اكتر من كده واللعبه الثانيه برضه بتاع جون انطوي اعتقد برضه زاويه الرؤيه كانت هتوضح الدفع اللي كان واضح جدا من سعد سمير لاعب النادي الاهلي الحقيقه طيب بالنسبه للكره اللي خد فيها انذار عمرو جمال وانذار وطرد الشوقي السعيد شايف الاحتكاك يعني الاثنين عملوا نفس الخطا ولا بالضبط. خطا عمرو يمكن اقوى شويه من خطا شوقي ولا ايه؟ لا بص يا كريم هو احنا دلوقتي التعمد اتلغى في قانون كره القدم بقى موجود فقط في تعمد لعب الكره باليد عشان تحسب لمسه يد تمام؟ لكن الاخطاء بقت العرقله والرقل والضرب وكل ده حطوا فيه حاجات في القانون لازم انه يرتكب لا اما باهمال ولو ارتكب عرقله او باهمال الحكم بيحتسب الخطا بدون انذار لو ارتكب بتهور الحكم بيحتسب الخطا ويدي انذار لو ارتكب باستخدام قوه زايده بيحتسب الخطا وبيدي كارت احمر طبعا اللعبه بتاع الكره كانت واقفه الكره دي كانت الكره برافو عليك كان ركله ركنيه وقبل الاستئناف لقينا شوقي سعيد بيمسك عمرو جمال بشكل واضح جدا فعمرو جمال حاش ايده وراح دفعه بايده فين؟ في ظهره في ظهره ايوه بالظبط حتى شوقي سعيد كمان مسك وشه لما وقع على الارض عشان نوضح للساده المشاهدين هنا اللي عمله ده سوء الرياضي الحقيقه من الاثنين في السلوك الغير رياضي اثناء توقف اللعب كان يصل الى درجه التهور وليس استخدام قوه زي لان اللي حصل من شوقي كان تهور واللي حصل من عمرو ما كانش ضرب يعني ده ما كانش ضرب ده كان دفع وده يعتبر تهور فكل واحد يستحق انذار ولكن كان شوقي سعيد عنده انذار فده خد انذار الثاني ده اللي حصل الحقيقه في هذه الحاله تمام بكره هتعلن القائمه الدوليه كابتن الحكام ان شاء الله باذن الله بيبقى كام حكم ساحه وحكم كام مساعد
7 و7 احنا هيبقى عندنا حكم 7 حكام دوليين و7 حكام مساعدين ان شاء الله. نقدر نعرف الاسماء ولا صعب؟ لازم بكره طبعا عشان والله بكره بس الاتحاد الكره يصدق عليها وهنعلنها بكره ان شاء الله الكريم باذن الله. في مفاجات ولا اسماء متوقعه؟ والله هو بص عشان اكون صادق معاك التنافس وهقول لك عشان الناس تبقى عارفه التنافس للحكام على مقعد واحد. تمام هذا المقعد ما بين مين ومين؟ يعني في الحقيقه في 4 بيتنافسوا منافسه شريفه جدا. في عمرو عايد، في محمود بسيوني، في محمد طباحي، في امين عمر. تمام الصراع في النهايه ثلاثة من الأربعة دول. يعني مش هتفرق بقى، خليهم الاربعه يعني خليهم يعيشوا كلهم من لحظه التنافس لاخر لحظه يعني. تمام يعني طب مين اللي ضامن يا كابتن؟ مين اللي ضامن وجوده؟ جهاد جريشه؟ لا القايمه زي ما هي ان شاء الله هتبقى كامله لان درجاتهم يستحقوا ان هم يكونوا موجودين الحقيقه. وهياخد مكان واحد في خروج الكابتن محمد فاروق الحقيقه عشان السن القانوني. السن القانوني طبعا، ونشكره طبعا على المده اللي قضاها كحكم دولي وشرف التحكيم المصري فيها. تمام بكره هنعرف ان شاء الله. بشكرك كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام وعضو مجلس الاداره. نروح الناحيه الثانيه لوائل حبيب مدير الكوره في النادي الاسيوطي. عايزين نحل القصه دي نشوف ايه المشكله. الاهلي معترض وبعت رسميا لاتحاد الكوره اعتراضه على اقامه المباراه في اسيوط، ان هو لسه بيلعب في الجونه النهارده وهيرجع القاهره وبعدين يسافر الى سوهاج بالطياره وبعدين ينزل من الطياره من سوهاج ياخد اتوبيس على اسيوط ساعتين. فالنادي الاهلي شايف ان فيها ارهاق، وكان متحدد في جدول الدوري الممتاز اتحاد الكره اللي بعته للنادي الاهلي والانديه ان مباراه الاهلي والاسيوطي في استاد بني سويف. هنشوف وجهه نظر الاسيوطي وهل هو متمسك باللعب في اسيوط، وايه الاتصالات اللي بتحصل دلوقتي ما بين الاسيوطي واتحاد الكره والامن عشان المباراه القادمه امام النادي الاهلي. استاذ وائل حبيب، كابتن وائل حبيب طبعا مدير الكره في النادي الاسيوطي معانا على التليفون. كابتن وائل ازاي حضرتك؟ كابتن كريم ازي حضرتك انت؟ الله يخليك كابتن. الله يخليك، انت اخبارك ايه؟ والله كله خير يا كابتن. والله هارد لك الماتش امبارح، يعني كنت ممكن تخطفوا التعادل كده مع بتروجيت. ناس خبره ان شاء الله باذن الله تتعوض في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايز بس استاذن منك في حاجه كده في الاول. المدير اسمه ستيفن جيرر ولا ستيفن جيرر؟ ريجار. مش جيرر. ستيفن ريجار. ريجار. عشان قعدت اسال قالوا لي لا هو مش جيرارد، هو ريجار جيرر حاجه كده. ريجار. طيب. ده كان ماسك اسمنت اسيوط قبل كده، اللي هو كان عامل لهم قطاع الناشئين عندهم ومسك طلائع الجيش في بدايه الموسم اللي احنا فيه. بالظبط. ستيفن ريجار. ريجار. تمام. موقف الاسيوطي ايه بقى من المباراه اللي جايه مع الاهلي؟ طب انت رايك انت ايه؟ لا انا ماليش راي، انت اللي تقول. لا انا عاوز رايك، اسمع رايك برضه مني. والله يا بص، هي القصه الناحيه الامنيه دي محدش يقدر يعترض عليها، الامن او يعني كده جبت بالاخر. هي دي بس القصه الناحيه الامنيه. انا اميت انا اتمنى أدرى. اتمنى العب في ملعبي في الاسيوطي. انا عارف ان انت عايز تلعب في الاسيوطي، لكن برضو لو حطيت برضو كلام النادي الاهلي اللي هو منطقي، ان هو برضو يعني ايه المنطقي في كلامه؟ المنطقي في كلامه ان الاهلي المفروض يلعب مع الاسماعيلي في القاهره. طب انا حضرتك المفروض العب مع الماتش جاي، هلعب في اسيوطي ان شاء الله باذن الله. طب ممكن بعد حضرتك ماتش انبي تيجي تلعبه في اسيوط؟ انا هبقى تعبان، ممكن تجيبه لي العب في اسيوط؟ ما انت برضه انت عايز حقك برضه، انا عارف يعني احنا بنناقشها من جميع الحقوق. انا عارف انا كل فرقه ليها حقها. انا تعبان انا رايح الاهلي عنده طياره، يقدر يجيب طياره؟ مش قادر اجيب طياره. طب هو قاعد يتكلم في طياره وجهاد لعيبته واللعيبه مجهده ولعيبه، عاوز يدخل شق غريب ويدخل الدنيا. انا اقول له انا عاوز حضرتك بس تعرفهم ان اسيوط دي مصريه، محافظه اسيوط داخل مصر. انا مش عارف في التعديل الجديد اسيوط ديت عملوها ودوها بلد ثانيه غير مصر؟ لا يا كابتن وائل، هو برضه احنا مش عايزين ناخد الموضوع لا ناخد الموضوع من كده، بس انا شايف الموضوع كده اكتر من حقه. دلوقتي احنا اتحاد الكره طلب مننا موافقه امن، جبنا له موافقه امن اسيوط. تمام. في حاجه اكتر من كده؟ اتحاد الكره طلب حاجه اكتر من كده؟ اتحاد الكره مشكورا، عامل حسين مشكورا، اللي هو عميد ثروت سيلا مشكوره، كل الناس دي مشكوره، بعتوا فاكس رسمي لنا ولاتحاد وللنادي الاهلي باقامه المباراه على ملعب اسمنت اسيوط بس. تمام. ده الموضوع. والامن هيتحمل الموضوع، الامن نفسه موافقه. طب انت عاوز ايه؟ انت طلبت مني موافقه امن، جبت لك موافقه امن، اعمل ايه اكتر من كده؟ ايه؟ وانت امبارح جاي زي ما انت بتقول، انت جاي من السويس هتروح على اسيوط يعني نفسك؟ انا رحت خلاص، انا بكره مسافر على اسيوط على طول من بكره، وارجع من اسيوط اروح العب كده من المجهد. خلاص هتجيب لي ماتش انبي بقى، خلي لي ماتش انبي ده يبقى عندي. بعد اسيوط عندك انبي في انبي. عندي انبي في القاهره. طب انا راجع نفس المسافه، وحضرتك انت بتقول انت عندك طياره، انا ما عنديش امكانيه اركب طياره، انا راجع بالاتوبيس 8 ساعات. يعني انت هتروح اسيوط بالاتوبيس؟
ايوه رايح بروتوبيس، اجيب طياره منين؟ ما عنديش، اجيب طياره خاصه. هو عنده طياره خاصه يقدر والنهارده سمعت كمان اللي بيقول لك اصل هيلعبوا الساعه 3 في الحرب. يا جدعان والله هنلعب في مصر، اقسم بالله اسيوط دي مصر. اسيوط دي محافظه في مصر. يعني الاسيوطي متمسك باقامه المباراه في اسيوط؟ طبعا طبعا احنا موجودين حتى هناك، حتى في حاله رفض النادي الاهلي اللعب في اسيوط. يجي يشرفنا الاهلي، هيجي يشرفنا هناك ومستنيينه، مستني الاهلي واحلى استقبال موجود. طب اشمعنى انت جبت اسيوط ما جبتش محافظه اقرب شويه ليه يا كابتن وائل؟ انا رؤى الفيوم. اتكلم انت الفيوم. وبعدين اقرب برضه دي اقرب دي اسيوط ديت، خد بالك ديت بتاعه رئيس مجلس الاسيوط، دي بلده رئيس مجلس الاداره اسمه مهندس اسمه مستر محمود الاسيوطي. دي بلده مستر محمود الاسيوطي. دي ما اما نيجي نعمل ماتشات هنعملها برضه في اسيوط. وامن اسيوط وافق. لا لا انا مش قصدي حاجه، انا مع احترامي طبعا لكل محافظات مصر على راسهم اسيوط، لكن يعني بسالك اشمعنى اسيوط؟ انت دلوقتي بتقول ان دي بلد رئيس النادي عندكم، لكن انت لما بتروح تحدد في اتحاد الكوره الملعب بتاعك بتقول انا هلعب في الاسيوطي، في مثلا ماتشات زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي ما تقدرش تلعبها في ملعبك ان ملعب صغير وما فيهوش مدرجات. الاسماعيلي الاسماعيلي عندنا في الاسيوطي. هتلعب الاسماعيلي في الاسيوطي. اهلي وزمالك بس اللي هتلعبهم بره. يعني الاهلي في اسيوط والزمالك برضه هيبقى في اسيوط في ماتشك؟ ايوه ايوه نفس الفريق نفس. وسياده المستشار مشكورا الاستاذ مصطفى منصور موافق، مفيش مشكله خالص بصفه رئيس لجنه الانديه، احنا امبارح كلمناه واتصلنا بيه وقال انا معاكم واقف معاكم، ما حدش يقدر يلعبكم في ملعب غير اسيوط وانا موجود معاكم. نادي الزمالك موافق يلعب في اسيوط. أيوة. طب هنعمل ايه؟ طب النادي الاهلي بيتحجج بحاجه، هو خلاص برضه عشان ما يخش ده حريه شخصيه للنادي الاهلي عاوز يلعب في هو خد بقى كمان يا كريم اللي يزعلك في الموضوع اللي هو بيحدد لك بيقول لك انا استاد المقاولين جاهز. يعني هو مجهز لك الملعب كمان، يعني احنا في ولايته كمان، يعني احنا كنادي الاسيوط ما لناش قرار، احنا عندنا رئيس مجلس الاداره اسمه محمود الاسيوطي. أيوة. وصاحب قراره، واحنا نادي خاص لا نتبع النادي الاهلي. فاهمنا يا كابتن كريم؟ أيوة. احنا نلعب في اسيوط، النادي الاهلي يجي على دماغنا يلعب في اسيوط. ما يجيش لحريه شخصيه ليه؟ الماتش هيبقى موجود والحكام موجوده، التلفزيون بعت رسمي النهارده فاكس لاسمنت اسيوط، لجنه المسابقات بعت فاكس رسمي النهارده، كل حاجه متوضبه في استقبال النادي الاهلي، والله عاوز يجي اسيوطي على دماغنا، مش عاوز يجي على دماغنا، هم حرين في قرارهم، امال احنا موجودين في اسيوط والمباراه تقام في اسيوط ان شاء الله. انتوا مسافرين بكره. احنا مسافرين بكره ان شاء الله معسكر لمده 3 ايام استعدادا للنادي الاهلي في فندق اسمنت اسيوط ان شاء الله. تمام، بشكرك شكرا جزيلا وائل حبيب، كابتن وائل حبيب مدير الكره في نادي الاسيوطي، وده طبعا قرارهم ان ده ملعبهم والامن وافق واتحاد الكره وافق والنادي الاهلي برضه ليه الحريه، ولكن طبعا مش عايزين نخش في مشكله وصراع من بدري كده في ماتشات الدوري والاهلي مش عايز العب والكلام ده، نتمنى ان يعني يبقى في هدوء في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي عايز يحافظ على حقه وعايز يحمي لاعيبته من الارهاق، ان زي ما بيقول النادي الاهلي برضه لازم بص انا بتكلم بوجهه نظر جميع الاطراف، لازم اتكلم بوجهه نظر الاسيوطي، وكان معانا كابتن وائل حبيب وجهه نظر الامن وطبعا الناحيه الامنيه ان اسيوط وافقوا على اقامه المباراه، اتكلم بوجهه نظر النادي الاهلي ان هو عنده ارهاق وعنده لعيبه دوليه وكانوا موجودين مع المنتخب وسفريه رايح لبوتسوانا وسفريه جاي وبعدين مباراه مع اتحاد الشرطه وبعدين وقت ضيق مباراه مع النهارده الاسماعيلي في الجونه وبعدين هيرجع القاهره وبعدين هيسافر سوهاج وبعدين هيروح سوهاج ياخد طياره من هياخد طياره من القاهره لسوهاج وبعدين من سوهاج هياخد اتوبيس، فطبعا فيها ارهاق، فبس نتمنى ان كل ده يتم من غير مشاكل. واتمنى برضه في حاجه وعايز اتكلم فيها، موضوع السبعه وال 13، ال 13 نادي والسبعه، ويمكن وائل حبيب دلوقتي قال لي كابتن المستشار مرتضى منصور رئيس لجنه الانديه وافق على لعب نادي الزمالك في اسيوط مع الاسيوطي سبورت لما الزمالك يروح يلعب الاسيوطي سبورت، فمش عايز يبقى القصه تخش في عند من هنا وان الراعي مش عارف بتاع اتحاد الكوره مش هو الراعي بتاع النادي الاهلي، فممكن اتحاد الكوره يعني هي برضه فيها كلام كده لو ممكن الدنيا تمشي كده، فمش عايز يعني القصه تبقى الدوري بتاعنا مقسوم 13 نادي والسبع انديه والراعي ومش عارف الاهلي والانديه اللي مش مع النادي الاهلي في الـ في الـ في الرابطه اللي عاملينها او في التجمع اللي عاملينه، مش عايز القصه تمشي كده ان الدوري المصري ممكن يبوظ بالشكل ده، مش عايزه تبقى مصالح ناس على حساب ناس، عايز الدنيا تمشي فير تبقى يعني مش بتكلم مش بتكلم وحش على حد ولا على اتحاد الكوره ولا على الشركه الراعيه ولا على الامن ولا على الاسيوطي ولا على النادي الاهلي، لكن انا حاسس كده ان في شويه عند في الوسط، ممكن النادي الاهلي بيعند ممكن اتحاد الكوره جايب حته بعيد مع نادي الاسيوطي، يعني برضو ايه ما احنا ناقشنا الموضوع بكل حياديه وكل شفافيه، لكن مش عايز القصه تروح في الاتجاه ده اللي انا بقول لكم عليه السبعه وال 13 عشان الدوري بتاعنا يكمل ويبقى الامور ماشيه وكل الانديه تبقى الامور فير ونزيهه ما بينهم في الفتره القادمه.
طيب الدقيقة 60 في مباراة اتحاد الشرطة والاتحاد السكندري، التعادل السلبي 0-0. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف أخبارنا إيه النهاردة في كرة كل يوم، وكمان هنجيب بعض اللقطات من المغرب وصعود الكابتن حسن شحاتة وفريقه الدفاع الحسني الجديدي، كابتن طارق مصطفى، كابتن نور السيد، إلى الدور قبل النهائي الكأس العرش المغربي. ويعني نتيجة طبعا فرحتني جدا وفأكيد فرحت المصريين كلهم. هنطلع فاصل وهنناقش أخبارنا النهاردة في كرة كل يوم، ونشوف اللقطات ونشوف كمان أخبار عن دوري أبطال أوروبا، وهيكون معنا الكابتن عبد الحميد بسيوني زي ما اتفقنا المدير الفني لحرس الحدود في الجزء الأخير من حلقتنا في كرة كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا على كل حال، أهم حاجة إن احنا طلعنا من ملعب سلام. النادي طبعا مكتوب قبل الماتش، فالحمد لله البونت حلو مش وحش من النادي الاهلي الحمد لله. يعني كنتوا جايين مركزين في الثلاثه بونت، لكن راضيين بالاهلي؟ طبعا اكيد احنا بنلعب على بطوله، يعني مش اقل من حد، بس الحمد لله على البونت مش وحش الحمد لله، يعني راضيين بال والله المباراه. بس يعني الاول ببارك اللعيبه كلها على الاداء والبونت اللي احنا خدناه محمد ربنا عليه، لكن احنا في البدايه كنا جايين نلعب على المكسب وثلاثه بونت. النادي الاهلي برضو نادي كبير، يعني مباراه كبيره، لكن الحمد لله على البونت اللي احنا خدناه، وان شاء الله اللي جاي اهم ان شاء الله. يعني دائما ما تحفل مباريات نادي الاسماعيلي مع النادي الاهلي بهميه، بتحفل اداء معين. يعني انتوا النهارده راجعين جايين عشان بونت، ولا كان في دماغكم العوده؟ احنا نلعب على ثلاثه بونت زي اي مباراه، لكن ما احترمنا برضو النادي الاهلي، والحمد لله الحمد لله على النتيجه الحمد لله.